أعزائي الطلاب، اليوم سوف نشرح لكم أساسيات برنامج سكراتش. في نهاية الموضوع يتوقع على الطالب أن يكون قادرا على أول حاجة أن يشرح برنامج سكراتش، تاني حاجة أن يحدد طرق الوصول إلى برنامج سكراتش، تالت حاجة أن يتعرف الواجهة الرئيسية لبرنامج سكراتش، رابع حاجة أن ينفذ العديد من الأوامر الرئيسية لبرنامج سكراتش. فكرة عمل البرنامج: أول حاجة أنا عشان أشتغل على البرنامج بنزل كان عندي وببدأ أحط له بلوكس أو أوامر على هيئة بازل فوق بعضها البعض وتبدأ تنفذ لي الأمر اللي أنا محتاج له. طرق الوصول لبرنامج سكراتش: الطريقة ديت هنبدأ إن إحنا ندخل اللينك ده على جوجل، وبعدين هيبقى عندنا الطريقة إن إحنا ننزله أوفلاين أو ننزله على الديسكتوب ونشتغل عليه أوفلاين، والطريقة التانية إن إحنا نشتغل جوه الموقع بطريقة أونلاين. واجهة استخدام البرنامج: دي واجهة استخدام البرنامج، ومعانا أول حاجة فيها وهي شريط القوائم، تاني حاجة شريط التوابيت وده اللي بيبقى فيه الأوامر والمظاهر والصوت، تالت حاجة المنصة ستيج ودي اللي بيبقى عليها الكائن اللي احنا هنقدر نحركه ونطبق عليه، تالت حاجة وهي المنطقة الخاصة بالكائن ودي بيبقى فيها أبعاده وحاجاته وكل ده، رابع حاجة هي خلفية المنصة ودي اللي بنقدر نغير منها خلفية المنصة، سادس حاجة هي منطقة البرمجة ودي اللي بنقدر ندرك فيها البرمجة. أمر الحركة: نبدأ نطبق مع بعض أمر الحركة، نختار كائن وليكن ما يكون الدب، وهنبدأ ننزل الكائن كده ونحطه عند البداية من ناحية اليسار، وبعدين ننزل أمر التحريك. هنلاحظ هنا إن كل ما هضغط على كلمة تحريك أو على الأمر بتاع تحريك هيبدأ يتحرك بمقدار 10، بمقدار 10 إيه؟ 10 درجة في الخطوة الواحدة. طب لو خليتهم 30 هيبدأ يتحرك 30 في الخطوة الواحدة، فهتبدأ الخطوة أسرع أو الخطوة أكبر، تمام؟ طيب انا دلوقتي لو خليتها 1 وعايزه يتحرك باستمرار او يكرر الحركة كل شوية، يعني كده يعني معناه ان هو يفضل يكرر من نفسه الحركة. تعالوا نشوف مع بعض، نبدأ ندوس وهيبدأ هو يكرر الحركة اللي هي الخطوة باستمرار ورا بعضها، يبقى ده امر تاني طبقناه على امر الحركة، خدنا بالنا ان احنا حطناهم زي البازل. طيب لو خليتها 10 هيبقى اسرع، تمام. طيب انا دلوقتي عايز اعمل عرض، فهحط عند النقرة على البداية، دي علامة البداية، وهبدأ اشوف اللي انا عملته، تمام، توقف، تمام، وارجع تاني وارجع الدب تاني كده عشان اقدر اطبق عليه امر جديد. وبعدين دي عندنا مجموعة من الاوامر، في اوامر كتير زي اوامر الصوت واوامر ان هو يتكلم، يقول مثلا السلام عليكم، استدارة ان هو يتدور، اذهب لمكان ما، الكلام ده كله، كل ده موجود، نقدر ان احنا يا طلاب يا شاطرين ان احنا نجرب الحاجات دي كلها. هنا انا احط له صوت، جبت ابدا الصوت وهقول له والله ان انا عند النقر، نقراها كده مع بعض، عند النقر، عند النقر ابدا الصوت، وبعد كده كرر باستمرار الحركه دي، تمام كده. بس احنا لسه لغايه دلوقتي ما حددناش الصوت اللي انا عايزه للدب، احدده ازاي؟ هبدا ان انا اروح عند ايقونه الصوت وبعدين افتحها واختار الصوت اللي انا عايزه، في اصوات كتير عندنا قوي جوه البرنامج، اخترت الصوت خلاص هو كده نزل، لا لسه ما نزلش، هنبدا ندوس هنا ونختار اسم الصوت اللي انا عملته ونبدا نجرب ونعمل ران، هنلاقي ان الصوت والحركه اتعملوا. انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعمل قصص، اقدر اعمل حاجات كتير جدا. النشاط: اول حاجه قم باستخدام امر الحركه في تصميم لعبه لسيارتين مختلفه السرعه، طبعا احنا عرفنا السرعه، وبعد كده اعمل لي قصه خياليه من تاليفك. وبكده يكون انتهى درس النهارده، اشوفكم على خير في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.